طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانب طرق النعاد والدجداشة البيضة، شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية، احنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يعود الجدل حول موضوع الأقاليم خاصة في محافظة البصرة، طبعا رغم مرور نحو أسبوع على تصويت مجلس محافظة البصرة على طلب موقع من قبل 20 عضو فيه يتضمن إجراء استفتاء شعبي بالمحافظة وفقا لدستور 2005 الذي وضع بعد الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق. تم المطالبة للتحول إلى أقليم مستقل إداريا عن الحكومة في بغداد، إلا أن الحكومة لم يعني تعلق لغاية الآن على الطلب المقدم لها، والذي يقتضي بحسب الدستور أن تقوم الحكومة بتكليف مفوضية الانتخابات بإجراء الاستفتاء بعد تلقيها الطلب مصدق عليه قضائيا، ومع استمرار طبعا عاصفة الجدل حيال المطالبات التي تدعمها شريحة من سكان البصرة الناقمين على بغداد بسبب سوء الخدمات وتفشي البطالة والفقر بالمحافظة المطلة على مياه الخليج العربي جنوبي العراق والغنية بالنفط، فإن نوابا عنها يؤكدون مضيهم في الإجراءات ويهددون برفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتهمة خرق الدستور في حال أهمل طلبهم. واقعيا خيار الإقليم بالنسبة لأهالي ومسؤولي البصرة ليس جديدا، إذ يرجع إلى أكثر من 6 سنوات مضت، وكان يعني بحسب صحيفة العربي الجديد كان عراب الحركة نحو تحقيق الإقليم النائب السابق في البرلمان محمد الطائي الذي كرس كما جاء في الصحيفة أمواله ووسائله ومنها فضائية الفيحاء التي أغلقت فيما بعد لهذا الأمر، وقد جمع عام 2014 قرابة 10% فقط من أصوات أهالي البصرة الذين طالبوا بالإقليم، وهي السمة القانونية من أجل تقديم الطلب للحكومة عبر مفوضية الانتخابات، ولكن الحكومة في ذلك الوقت لم تلتفت للطائي ومسعاه بسبب الأزمة المالية للبلاد. يمنح الدستور حق إقليم الإقليم، وهو يعطي الحرية لمحافظة أو لعدة محافظات بتقديم طلب للانتقال إلى إقليم بعد إجراء استفتاء شعبي من قبل مفوضية الانتخابات، وأن يحظى بموافقة أكثر من نصف المواطنين في تلك المحافظة بعد إجراء استفتاء شعبي. مصدر مقرب من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قال بأن تصويت مجلس محافظة البصرة غير قانوني، لأن المجلس ليس من حقه حاليا اتخاذ أي قرار كون الصلاحية الزمنية لأعماله انتهت، وحاليا هو مجلس لتصريف أعمال عادية. مثل هذا القرار أضاف إذا أراد المجلس اتخاذه فسيكون من حق مجلس جديد ينتخب بواسطة أهالي البصرة، وأشار إلى أن عبد المهدي يهمل حاليا التعاطي مع ملف إقليم البصرة وهو مشغول باستكمال الحكومة التي ينقصها 4 وزراء لغاية الآن، بالإضافة إلى تنفيذ برنامجه الحكومي ناهيك عن الزيارات الإقليمية والدولية للعراق كما صرح هذا المسؤول. أضاف بأن الدستور كفل حق إقامة إقليم أو أكثر، ولكن العراق لديه تجارب لم تكن موفقة بحسب تصريح هذا المسؤول لصحيفة العربي الجديد كإقليم كردستان كما قال. ناهيك عن الشعب العراقي يفهم بأن الفيدرالية والكونفدرالية بأنها انفصال. بيّن بأن مجلس البصرة الذي صوت على خيار الإقليم يريد مسك حكومة الإقليم إذا تحقق، مع العلم بأن أعضاء المجلس المحلي لديهم صلاحيات الحكومة المركزية منذ سنوات، ولكنهم لم يقدموا أي خدمة لشعبهم. يعني ذول النواب أو أعضاء مجلس المحافظة 20 اللي قدموا هذا الطلب صار لهم 4 أو 5 سنوات بهذا المكان وما قدموا شيء، مثل ما حصل مع المحافظ السابق لمحافظة البصرة ماجد النصراوي
والذي اتهم بملفات فساد كبيرة وهرب من إيران ومن ثم إلى استراليا. بيّن النائب في البرلمان عن تحالف الفتح عامر الفايز بأن أهالي البصرة يطالبون بالإقليم لأنهم يشعرون بأن أموالهم تسرق وحقوقهم المسلوبة مع عدم إعطائهم استحقاقاتهم من الموازنة الاتحادية، فضلا عن مشكلات التلوث البيئي وتحطيم البناء التحتية والبطالة، وأنهم يعيشون على أرض تعد ميناء العراق الوحيد والمصدر الرئيس للنفط. وأوضح في اتصال مع صحيفة العربي الجديد كما جاء في مقال مطول لها بأن نواب البصرة منقسمون حاليا بين من يدعو إلى التريث بقرار إقامة الإقليم دون إلغاء المشروع كون الوضع الأمني لا يسمح كانتشار السلاح بيد العشائر، والتخوف من عودة المحاصصات إلى حكومة الإقليم وانتشار الفساد الذي قد يؤدي إلى فشل المشروع. وبين من هو عازم على إقامته بشتى الوسائل، وأكد أن استمرار الحكومة بهذا التعامل سيدفعنا إلى التوجه نحو المحكمة الاتحادية لتنفيذ المطلب وإجراء استفتاء شعبي تشرف عليه المحكمة. وأضاف بأنه إذا تمكنا من الحصول على أصوات ثلثي أهالي البصرة بالموافقة ستكون الحكومة ملزمة بإقراره. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع بعد يعني أشهر من المظاهرات من قبل أهالي البصرة المطالبة بتوفير المياه وتوفير الخدمات وتوفير الوظائف، زيارة حيدر العبادي رئيس الحكومة السابق في العام الماضي وعلى أساس تقديمه نحو 4 مليار دولار لوظائف جديدة إلى البصرة، لم نرى منها أي شيء ولم يرى منها أهالي البصرة أي شيء. هذه المطالبات من قبل أعضاء يعني أعضاء في مجلس البصرة راح تنتهي يعني مدتهم قريبا. الجماعة فشلوا في تقديم خدمات إلى المحافظة، اليوم يطالبون بإقامة إقليم لمحافظة البصرة. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم المفضلة وكل العاملين بها. حياك التي الله. تنقل الحقائق. أخي عمر، بالنسبة للأقليم البصرة كان قبلها كتلة بدر وغيرها وعمار الحكيم يطالبون بإقليم البصرة، وهاي شغلة سياسية مو الشعب يريدها. نعم. الشعب ما رأيد إنه إقليم، لأنه الشعب موحد ورصين. فهاي العملية مع العملية الإقليم يريدون يجزعوا العراق، وبالتالي المستفيد منها جارة إيران حتى إضعاف العراق وأيضا عدم عودته إلى الحاضنة الأم هي البلد العراق. أيضا أخي يريدون من خلال هذا الإقليم حتى تتقاتل المحافظات الجنوبية ما بينها، لأن الشعب البصري والشعب الشعب العربي البصري وأيضا في محافظات جنوب الناصرية والكوت والعمارة عندما يجزأ قسم من أراضيها أو تنضاف من أراضي البصرة إلى الجنوب أو إلى البصرة من الناصرية إلى البصرة راح أيضا يتقاتل الشعب بيناته، وبالتالي المستفيد الأحزاب تتربى على العرش أو الحكومة لإطالة عمرها في الحكم. وهي عملية مفبركة وعملية مدروسة من قبل أحزاب العراق خلال 16 سنة. يعرف الشعب البصري ويعرف كل العراقيين أن هؤلاء جاءوا لينهبوا ثروات العراق وإضعاف العراق من خلال عمالتهم إلى جارة إيران ودول أخرى مثل أمريكا وغيرها. فأيضا إحنا كشعب الشعب العراقي نناشد أخواننا في البصرة عدم القبول بهذه القرارات، لأن هذه القرارات تضعف أبناء البصرة وبالتالي يمكن أن تسيطر على الجنوب أو على مدينة محافظة البصرة إيران أو الحاقها إلى النظام الفارسي كما لحقت المحمرة وغيرها من قبل. زين أبو الحسن، أبو الحسن أريد أسألك، يعني هو اللي مسؤول عن 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 محافظة البصرة، من محافظ من مجلس محافظة،
صار لسنين ما قدم لا مي ولا قدم خدمات ولا قدم وظيفة، وعدهم ميزانية، عدهم ميزانية ومتهمين بالفساد، ما قدر يقدم هذا الشيء للمحافظة. يعني اليوم ما قدر يقدم، هل يعقل أنه مينستر إقليم راح يقدر يقدم؟ شنو الفرق؟ ما هو يقدر يبلط شارع إذا كان تحت حكم الحكومة المركزية أو يسوي إقليم، ما يقدر يقدم مي، ما يقدر يسوي وظائف، وهم نفس الأشخاص. أخي عمر، هو ليش يطالبون بإقليم؟ لأنه ما قدموا الخدمات ولا قدموا الوظائف إلى العراقيين. حلو، أسمعك. ما قدموا الخدمات ولا الوظائف إلى العراقيين، وبالتالي حتى يضمضمون من خلال المطالب بالإقليم حتى يضمون سرقاتهم وجرائمهم، لأنه راح الشعب البصري يلتهي بالإقليم، وبالتالي خلال 16 سنة ما قدروا يعينون أحد أو يقدمون خدمات للشعب البصري والمدينة البصرية ثغر العراق. يعني يريدون يزدادون بالفساد من خلال الحاقهم بإقليم، يزدادون بالفساد والقتل وترويع الشعب البصري، وهاي أيضا قضية سياسية من الأحزاب العميلة اللي جت مع الاحتلال. فبالتالي احنا الناشد أخواننا من أبناء البصرة العربية التي قاومت التدخل الفارسي في العراق، ولحد الآن تقاوم التدخلات الأجنبية داخل العراق، نناشدهم من خلال قناتكم. أخوان تمسكوا بوحدة العراق، تمسكوا بوحدة شعبكم، تمسكوا بوحدة عشائركم، لأنه تاريخ العراق صار أو حضارة العراق 7000 سنة، فلا تفرقون بهذه الحضارة ولا تفرقون بوحدة العراق، لأنه قوة الشعب بوحدته، قوة العراق بوحدة شعبه، بوحدة محافظاته. لأنه أكو مثل عربي يقول إذا تجمعت العصي ما حد يقدر يكسرها، وإذا تفرقت فوحدة بعد الأخرى، فإذا انفردت البصرة راح تتكالب عليها دول المجاورة وبالتالي يضيفوها كإقليم إلهم. أنا أشكرك أبو الحسن، أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد كان معنا. معنا اتصال أبو حيدر من الفلوجة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا بك. من قال أستاذ عمر بنفس محافظة البصرة؟ احنا العراقيين نعرف المحافظة البصرة أغنى محافظة بالعراق، نعم، بالبترول بالنفط وموانئها، محافظة غنية، بس للأسف بقول له ما يحل عندهم، ما عندهم ما يحل يشربون، ما عندهم، نعم، ضغط الحرامية وضغط الفاسدين. بس هذا بالنسبه للموضوع استاذ عمر، موضوع الاقليم، انا بقدر اسال سؤال للبصراويين او للحكومه المحليه او الحكومه الاتحاديه، شلون اسمها رنانه، اقول اذا صار اقليم يا عصابه اللي راح تحكم هذا الاقليم، عصابه بدر، لعصابه العصايب، لعصابه حزب الدعوه، انا متاكد ما راح يتفقون هالعصابه اللي تحكم هذا الاقليم، لأن كلهم طمعانين بالبصرة وبثروات البصرة، فعصابات بدر يحيل البصرة إلها حتى تصدر نفط وتبوق براحته، والعصايب بصفحة، وحزب الدعوة بصفحة، وما شاء الله يعني فضل هاي الحكومة 70 ما أدري 90 ميليشيا عندنا، وكلهم متذابحين على 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 البصرة. هاي نقطة. النقطة الثانية أستاذ عمر، نعم، أنا أقول يعني هم من يقولون إقليم، هو مقترح، مجرد مقترح. نعم. أنا السؤال الرئيس والرئيسي، كان يقولوا لي إيران تقبل إنه نسوق البصرة إقليم، لو ما تقبل إيران مهسة ما يصير شيء بالعراق إلى موافقة إيران، يعني مصلحة إيران تصير البصرة إقليم، لو ما تصير أنا برأيي خلي أخذون رأي أول مرة قاسم سليماني روحاني، هم إيران يأخذون رأيهم، إذا إيران توافق ذاك الوقت عود خلي يقررون إقليم، لأن أنا أقسم لك بالله العظيم ماكو شغلة تصير بالعراق، بالعراق أي شغلة تصير أو خطوة يخطوها إذا ما بيها مصلحة إيران أولا صدقنا ما تصير، لا تصدق إنه همهم إنه البصراوي يريد يعيش أو يشربوا مي حلو أو إنه يعطيني خيرات البصرة، لا والله همهم الوحيد
شلون انه يرضون ايران وشلون يسدون العجز اللي عندها وشلون يفتحون باب او ثغره لهاي العقوبات. هاي نقطه. ونقطه استاذ عمر، ولو هي مو موضوعنا بس موضوع البارحه قاعد اتابع اكو لقاء طلع برلماني من دول العتاله. نعم. يقول يطالب ويقول على العراقيين يجب اخراج القوات الامريكيه. واللي يطالب ببقاء القوات الامريكيه هذا عميل وخائن. هذا هو الزنديق يقول. زينار ده بساله سؤال بك اكون يسمعني، اتمنى يسمعني. درد اقول له لعد قبل من قاتل الامريكان يسميتون ارهابيين وسميتونا تكفيريين وسميتونا بعثيين. لو هسه يجوز ضرارة مصالحكم يا زنادقة، انت تطلع الامريكان، انت اصلا ما عندك بعقيدتك شيء اسمه مقاومة وشيء اسمه جهاد. انت جاي اصلا حتى تبوك وتنهب وتدمرون هذا البلد وتطلعون، والا ما جاي، لا جاي تخدمون بلد ولا تخدمون العراق ولا تخدمون العراقي. لا والله عمكم الوحيد شلون ترضون ايران. وهذا مقترح ايراني امرهم امر، قالوا لهم انتم لازم تسوون تقررون قانون مشروع باخراج القوات الامريكيه، ولا مو هو من ذاته، مو غير تشالك، لانه يعني ما عندهم غيره، لا عندهم غيره ولا عندهم شر. وانا اشكرك استاذ عمر. انا اشكرك ابو حيدر من فلوجة. كان معنا اتصال ابو حسين من الرمالي. تفضل ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسين، اليوم الجماعة نعم مجلس محافظة البصرة صار لهم أسبوع مقدمين طلب إلى الحكومة بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم، والجماعة نفسهم هم اللي كانوا يعني مسيطرين على الملف الخدمي بالبصرة منذ سنوات، ما قدموا بذاك الوقت، إيش راح يقدمون إذا سووا إقليم؟ تفضل. ابو استاذ عمر، بالنسبه لذول اللي ناشون بالاقليم، هذول على مود انه يقطون على جرائمهم وعلى فسادهم وعلى بوظهم بالمحافظه حتى يضيعون ما اشتغلوا به من قبل من فساد. فهذا هذول الشعب البصري واخواننا بالجنوب والله ما راضين على الاقاليم، والله رايدين شعب واحد. احنا اخوه متحابين صار لنا الاف السنين. هذولا من جو هم جاي يلعبون بالبلد، سوى لعبة شلون طوبة ويلعبوا لك بالبلد طوبة. فهذولا يريد بس يرضون إيران وأتباع إيران. فإحنا يراد لنا حكومة قوية بحيث الحكومة صدام أسير، يراد لنا بحزب واحد. هاي الأحزاب فردتنا وهجمت الشعب، شبابنا كلها بالسجون، دمرونا. هاي الفيضانات بالجنوب كلها فاضت عندنا بالجنوب، فاضوا يعني ناس تزرع وتتعب فاضت. فاحنا هذا الشعب العراقي رافض اي اقليم رافضينه ما عدا بس اقليم كردستان، لان هذا إيه من اسس العراق، هو هناك اقليم يعني من ما يقول اقليم ماذا بالجنوب بس هذا. إيه من بدايه السبعينات يقوم من بدايه السبعينات يلعبون بالمحافظات ويسوون اقليم كيفهم، ما يصير. نعم يا استاذ عمر. أنا أشكرك أبو حسين من الرمادي كان معنا. طبعا عضو المجلس المحلي في البصرة وهو غانم حميد أشار إلى أن تصويت مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الإقليم يعني بأن الحكومة سواء أهملت الملف أم لم تهمله فإن الإجراءات ستسير قانونيا. بين بأن ما نتخوف منه كمسؤولين محليين هو أن تهجم الأحزاب على المناصب و تضيع حقوق البصرة من جديد، ويتكرر السيناريو الذي يحدث حاليا في بغداد أو مثل ما يحدث في إقليم كردستان من الصراع بين الحزبين الحاكمين كما قال الوطني الكردستاني والديمقراطي على المناصب. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيف حالك أستاذ عمر؟ يا أهلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا. تحية لك أستاذ عمر، تحية للقناة، تحية لكادر القناة، تحية لإخواننا المتصلين والمشاهدين. حياك الله. بالنسبة لما يجري بالعراق يا أستاذ عمر، نعم، هي مؤامرة إجرامية لتقسيم العراق. هي ليس بس السرقات وتدميرها، هم عصابة شرذمة من شرذمات الخميني، جارة سوء. هي جابته أمريكا لإيران لإشغال العراق على قضية العرب، وهو
هي اشغال العراق على يد هذا الطاغوت الخاين الخميني اللعين ابن اللعين، هو اللي اشغال العراق وتدمير، وكل استوي من هذا القذر، من القذر هو. ومع احترام طبعا الشعب الايراني، احنا لا نعم الشعب، فالشعب الايراني هو مبتلى المسكين، هذا المجرم سلط على الشعب الايراني وهذول اذيال. بالله عليك هذا اسم عبد المهدي، عبد المهدي، عبد المهدي وشو؟ لا لا هو عبد الرحمن، لا عبد العزيز، لا عبد المهدي، بعد شنو عبد المهدي؟ يعني هذول شرذمه تبعيد الايران على الشعب العراقي ان ينهض وان يحفظ بلاده من هذه الشرذمه المخانيد. وتحيه لك. شكرا ابو فيصل من السعوديه كان معنا. طبعا النائب السابق في البرلمان عزت الشابندر في تغريده له على موقع تويتر قبل ثلاثه ايام قال: الاقليم حق ضمنه الدستور البائس، اسماء الإقليم حق ضمنه الدستور البائس. الأقلم أو الفدرلة يقول: أنظمة وضعت لجمع المقسم وليس العكس. فشل وفساد الحكومة، فشل وفساد الحكومة المركزية لا يبرر الذهاب إلى الأقلم. من فشل قال في إدارة الحكومة المحلية لن ينجح بإدارة الإقليم. الإقليم بداية التقسيم كما قال. نعيد التغريدة لعزة الشابندر النائب السابق وكان عضو ائتلاف دولة القانون، يقول: الإقليم حق ضمنه الدستور البائس، أسماء الأقلم والفدرال أنظمة وضعت لجمع المقسم وليس العكس. فشل وفساد الحكومة المركزية لا يبرر الذهاب إلى الأقلم. من فشل في إدارة الحكومة المحلية لن ينجح بإدارة الإقليم. الإقليم بداية التقسيم. معنا اتصال علي البرزنتشي من بغداد. تفضل علي. علي تسمعني؟ علي علي. إذن مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحيه لحضرتك والى قناتكم الشريفه والى كل عراق الشريف. اهلا وسهلا. استاذ قوه الاقليم، احنا يوميا عندنا مشكله في العراق ويوميا عندنا كارثه، فهي خلصت الكوارث زين ان شاء الله، وبعدين عندنا كارثه الاقاليم. هو احنا استثنى من الحكومة العراقية من خدمات للشعب العراقي ومن رفع مستوى الفرد، وإلى الآن الفقر موجود، الشوارع مهدمة، المياه تغمر أكثر مناطق العراق، وهم يفكرون هسه بالمترو، المترو العراقي، وعلى أساس أنه البنك المركزي راح يسوي المترو بخمسة مليار دينار. زين احنا اذا احنا تاركين الارض وراح نسوي مترو معلق، يعني هذا شو حنستفاد من عنده احنا؟ فاكمل الارضيه واعدل الاراضي واعدل الطرق واعبدها وانطي اسوي مجمعات سكنيه، كله عشوائي، كله عشوائي. والحكومه اصلا هي حكومه ضعيفه، ما تقدر تسيطر على كل مناطق العراق، هي تستعين بالحشد الشعبي وشخصيات الحشد الشعبي هم اللي بيمشون العراق. فيعني على شنو اقليم؟
اقليم يعني حسوي حكومه مصغره بطل حكومه اخرى، يعني شنو الاستفاده من عنده؟ اقليم كردستان تريد تنفصل، امريكا تقول لك انفصلوا، والبصره انفصلوا، ايش بقى على المناطق الغربيه والوسط والجنوب العراق؟ يعني كل واحد انطوا اقليم، واذا اكو عداله بالاقاليم وتوزيع الثروات الموجوده للاقاليم ككل، يعني احنا نقبل، بس اعرف انه كل شيء ماكو، والله العظيم كله هي تحويل الشعب، نظر الشعب العراقي تحويله عن اهم هدفه هو رفع مستواه او القضاء على البطاله او التعليم او الثقافه او اي شيء، لكن احنا كل شيء ما استفادينه. الحشد وتسع شخصيات هم اللي يحكمون العراق، وبعدين انه عادل عبد المهدي قال انه احنا لازم يعني نكون منفتحين الى على العالم العربي والاسلامي. نعم. شخصيه العراق بالعالم العربي خاصه، فوالله العظيم كل شيء ما نستفيد، لان الحكومه فاشله جدا، وانا اعتب على الشعب العراقي اذا راح نبقى على هالوضعيه واحنا ننتظر انه راح يسوون لنا اقليم ويسوون لنا ما ادري شنو، ترى كله كذب، كل هاي شعارات انه في سبيل انه حتى يحاولون هدف. نعم. من شيء هو انه يستفيد من الثروات اللي موجوده. نعم. أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها، يقول الوعي بحقيقة أفعال الحكومات التابعة لإيران هو وعي الشعب بأفعالهم على مدى 16 عاما من الاحتلال، يقول الدمار والخراب وكثير من الأزمات والكوارث تمر على العراق، قتل وخطف واعتقال وتشريد نزوح وتغيير ديموغرافي وغيره كثير، والعراق وشعبه الشهم الغيور، الحل الوحيد لخلاص البلد من هذه الأزمة هي إزالة هؤلاء. نعم. رسالة يقول فيها، تحية لك أخي عمر ولكادر قناة الرافدين، يقول أخي عمر هؤلاء من من يقودون البلد وعلى رأسهم عادل عبد المهدي هم مجموعة سراق وأتباع وموالين لفرس إيران، وها هم يصولون ويجولون بمقدرات وخيرات العراق. يقول لإيران، لأجل إيران التي أوتهم، وها هم يردون الفضل لها، والإقليم سوف ينهب من قبل ميليشيات بدر بقيادة الإيراني هادي العامري كما يقول، وقيس الخزعلي وتهريب النفط وفتح المنافذ الحدودية لإيران. الجارة الأرجنتينية، أخوكم أبو شهد من بغداد. يقول السلام عليكم، أين الغيرة والضمير؟ لماذا الحكومة ساكتة على أزمة المياه؟ أين خططها في حفظ المياه وبناء السدود؟ يقول أقسم بالله العلي العظيم، يتحكم بالعراق هم الأحزاب الفاسدة التي تعبث أو التي تابعت أو هي تابعة للدول، تريد خدمة الدول لصالح العراق، لا تريد العراق أن يستقر لكي لا يهدد مصالح عملائهم. نعم، معنا اتصال أبو أسد من البصرة، تفضل أبو أسد. السلام عليكم يا أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك. أهلا وسهلا بيك. الله يحييكم والله يحييكم ومبارك بيك. حياك الله أبو أسد. الجماعة يمكن صار لهم أسبوع مقدمين طلب للحكومة يدورون إقليم، أعضاء مجلس المحافظة 20 واحد منهم، شنو رأيك؟ نعم نعم نعم، والله رأيي أنا يعني إقليم شنو؟ إقليم إيراني راح يصير هذا، مو إقليم البصرة، إقليم إيران. قولوا من هالسكت بإقليم إيران؟ شنو كيف مسوون إقليم؟ عمي ذولا يدي شخبطون، شخبط مالهم إن شاء الله راح يزول إن شاء الله. هذا موضوع الإقليم إذا هم قابلين عليه إحنا ما قابلين عليه، مو كيفهم. نعم. والله نطلعهم بالشلاليق، لا يوقف المحافظ، لا يوقف النواب المحافظ، ولا مجيء الشرطة ولا أبد، ما يجوز. نعم. بصرة يجي يلعب ثرواته، عمي ثروات بين أبوها. زين أبو أسد، يعني هم ذولا أعضاء مجلس المحافظة قدموا للمحافظة، جايين اليوم دا يقدمون طلب والله نريد إقليم،
يعني الشارع راح يتبلط وحده والمي راح يجي وحده اذا صارت البصره اقليم؟ لا راح يزيدون الشط مول موله هم اذا صاروا اقليم. عمي ذولا يخيطون يخربطون. نعم. ان شاء الله البصره ما يوقفون عليها، ان شاء الله البصره ما يوقفون عليها. نعم. أنا أشكرك أبو أسد من البصرة كان معنا. طبعا خلونا شوي نلقي ضوء على بعض الفقرات اللي جاءت بالدستور اللي وضع المحتل الأمريكي ومباركة السياسيين اللي موجودين حاليا والأحزاب السياسية. يعني الاعتراف بالإقليم كمكون جغرافي إداري للعراق كما جاء في الدستور بحسب المادة 116 يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية. هاي إدارات المحلية اليوم من عام 2003 أو 2005 خلينا نقول من الدستور لغاية اليوم يعني إلها ميزانية سنوية، ميزانية مو قليلة. كل محافظة ما قدمت شيء، يعني أكو فوارق طبعا بين محافظة ومحافظة، خاصة المحافظات الجنوبية البصرة غيرها، هذه المحافظات الغنية بالنفط، مجالس محافظاتها محافظيها لم يقدموا خدمات فعلية وتوفير وظائف على 16 سنة. يعني لو كل سنة مثلا أنه توضع خطة لمثلا تبليط الشوارع، توفير مياه الشرب، توفير الخدمات بنسب معينة، كان الأزمة انحلت خلال هذه السنوات. بس الجماعة ما جايين للبناء والإعمار. الاعتراف بالإقليم مادة أخرى وهي المادة 117 اللي جاء بها الدستور، يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكام الدستور. طبعا بحسب الدستور يعني التصرف بالموارد والثروات ما يكون مطلق بيد المحافظة، كذلك موضوع تشكيل القوات العسكرية والشرطة كذلك لا يكون مطلق الحرية حتى إذا كان إقليم. المادة 118 يقول يقوم مجلس النواب بسن أو يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول جلسة له قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الإقليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. طبعا احنا من نذكر هذه النقاط في الدستور، المواد في الدستور، بدنا نبين انه هذا الدستور ما شاء الله كله يدعو الى تقسيم الموحد. يعني احنا دائما يطلعون علينا ويقول لك والله مثلا تعال شوف الامارات ما كانت دوله بهذا الشكل. الامارات في بدايه السبعينيات تشكلت من أقاليم إذا صح التعبير، من ولايات، وتشكلت كانت إمارة أبوظبي وحد وإمارة دبي وحد وعجمان والشارقة وحد، بعدين تجمعت وصارت دولة. فالفكرة أنه التجميع وليس التفريق والتقسيم. الحق في تكوين الأقاليم كما جاء بالمادة 119 من الدستور اللي دمر البلد، يقول يحق لكل محافظة وأكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين. أولا طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات والتي تروم إلى إنشاء وتكوين إقليم. معنا اتصال أبو راشد من عمان. تفضل أبو راشد. تحية لك أخ عمر والمشاهدين المحترمون. حياك الله يا أهلا بيك. بالنسبة أول احتلال أمريكي للعراق سنة 2003 كان إن تقسيم العراق إلى 3 دويلات، وهو طبعا بعض ثقل الدول اللي من ضمنها تركيا وبعض الدول العربية، كان احتلال العراق ليس للتقسيم. فهنا التقسيم ليس يكون في البصرة فقط، أما في المنطقة. معايا أخ عمر؟ نعم. البصرة أنا أعتقد ما راح تقسم إلى إنه وراح يكون مناطق شيعية إلى كربلاء والنجف، وما بعد ذلك راح تكون منطقة شيعية كردية سنية. فإن بعض الضغوط الدول الإسلامية من ضمنها تركيا من خوف الدولة ما يسمى بالدولة الأكراد اللي هي تقسيم العراق،
فرفضت التقسيم بالنسبة للعراق. وشكرا، يعطيك ألف شكرا. شكرا أبو راشد من عمان كان معنا. طبعا بالفقرة 119 الجزء الثاني منها يقول طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي ترون لتكوين إقليم. سلطات الإقليم، الدستور وضع المادة 120، يقوم الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على ألا يتعارض مع الدستور، يعني ما يتعارض. إذا صار إقليم لهم حق يسوون دستور بحد ذاتهم، بس لازم ما يتعارض مع دستور المركز. ممارسة سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، المادة 121 جزءها الأول جاء فيه سلطات الإقليم لها الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. يعني كلها الدور في فلك الدستور، دستور المركز. ثالثا، سلطة تعديل تطبيق القوانين الاتحادية، المادة 121، يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حال وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. إدارة الإقليم وإنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي وحرس الإقليم، المادة 121 كذلك تختص حكومة الإقليم بكل ما تطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم. وهم نرجع ونقول لا يجب كل هذا اللي ذكرناه لا يتعارض مع الدستور المركزي. حقوق الإقليم في الدستور، الحصة يعني العادلة من الإيرادات، مادة 121 الفقرة 3 يعني جاء فيها تخصص الأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها. وشفنا طبعا الموازنة الأخيرة عام 2019 كيف هي هناك فوارق. كذلك يعني في المادة 121 يعني الفقرة الرابعة فيه يقول تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. يعني إذا كل محافظة تسوي إقليم وتعال تفتح قنصلية أو مكتب ملحق بالقنصلية هناك، هاي ما شاء الله يراد لنا بالسنة تريليون دولار حتى نصرف على هذه المكاتب. يعني ماكو هيك حكي، هذا الدستور اللي جاب المحتل. يعني إذا كل سفارة وكل بعثة، والله هاي مثلا بعثة البصرة، هاي بعثة الأنبار، هاي بعثة بغداد، هاي بعثة ميسان، هاي بعثة كربلاء، هاي اشترح، هاي ترى كل بلد وحده، ماكو بلد موحد بحسب هذا الدستور. فهذا الدستور هو بألغام، هو اللي فتح المجال أمام هذه الدعوات. وبنفس الوقت إنه حتى إذا تيجي تسوي أنت إقليم، أي شيء يتعارض مع الدستور المركزي، الدستور الأم اللي جاب المحتل، فأنت شغلك طاير بالهواء. معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. سامي؟ نعم أستاذ عمر، تسمعني؟ أسمعك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، خلينا نبسط هالشغلة، يعني خلينا نقول يعني البصرة زين، هل فيها يعني مثلا حكومة مصغرة مثلا سنة شيعة صابئة مسيحيين كذا، حتى ذول يطالبون على أساس أنه راح يصير نموذج لكل العراقيين؟ أقسم لك بالله يا أستاذ عمر، لو تطلع نخلة براس البصراويين ما يطوهم ذول أهل بغداد مجال، يقول لك تعال انت شنو هذا، صادقون وموجود عندنا احنا سطوة بالبصرة وبغداد، بدر عندنا هذا المعمم موجود، هذا ما ادري شو اسمه موجود، هم كانوا بمجلس المحافظه وكذا، وعندنا سطوة بدر ببغداد وكذا، تعال يا شو يسموه صدريين موجودين هناك، شنو دافعين نفسكم انتم كذا كذا كذا. هاي المساله يخافون من عندها يا استاذ عمر، تعرف ليش؟ لان من الصير وما راح يصير ويستحيل يصير، مليون بالمئة وانا اقولهم للبصريين، ما لا يطلق هذا العامري وربعه وكذا والحشد المقدس، ما راح يطلقكم مجال تطلع انخال، مو بس نقله واحده،
لان يخافون من اهل السنه هم طالبون، وبعدين يقول لك هذول من يعطيهم مماثل اقليم من المناطق الشعبيه، بعدين لما يستقوون يصيرون قويين يجون ياكلون العراق. يخافون، يخافون خوف، خاصه هذول السياسيين الشيعه يخافون مخافه يكرمك الله ما اريد هذا. مين يخافون؟ يخافون من من شو اسمه، من يتركون اهل المناطق الغربيه ويصير عندهم اقليم وكذا، وهذا راسا جماعتنا راسا ماكو مثل الطماطه راسا راسا هذا يعني يعرفون شلون يبنون نفسهم، وبس يصير عندهم سطوه وقوه وتعرف انت اكو نفط وكذا هناك وغاز، اقسم لك بالله هذول ما يسمحون، لان يقول لك هذول بعدين السنه يجون ياكلونه، يجون على بغداد، يجون على البصره، يحررون كل هالمناطق. بعيد عن هذا ابو سامي، يعني انا اختلف وياك بوجهه نظرك هاي. يعني احنا اليوم البصره يعني مثل ما وصفها هنا الاخ، يقول استاذ البصره اذا صار اقليم ستكون البصره عاصمه لايران بعد طهران في العراق ويراسها هادي العامري. اليوم البصره يعني اذا اليوم البصره خلينا نقول مثلا صدرت باليوم مليون برميل، ايش راح يفرق اذا صارت اقليم؟ ايش قد يعني مثلا راح تقدر تصدر؟ زين هاي الشخصيات اللي موجوده بالبصره احزاب وميليشيات مسيطره على الوضع السياسي والامني والاقتصادي في البصره وبدعم من ايران. الجماعه اذا صار اقليم يعني ذولا راح يتبخرون يطيرون، راح يجون ناس يعني من غير كوكب، هم نفسهم راح يحكمون. استاذ عمر ما راح تصير، ما راح تصير، لان يقول لك هذول مثلا اذا احنا من بغداد وتحت احنا عندنا سطوه على النفط وعندنا ونمشي وتهريب وكذا، طيب هذول بعدين يطلعوا لك في الجزء زين، كل واحد يصير هم كان قائد ضروره هناك، يعني مجلس محافظه البصره ما حد ما يتحدث وياه راسا اقسم لك بالله، يبنوا لهم جيش مصغر ويسوون لهم كذا ويسوون لهم حدود وما يخلون هم اقول لك صراع، صراع على المال وعلى السلطه وعلى السرقه، هي هاي المشكله مالتنا احنا يا استاذ عمر، ومع الاسف انا اقولها يعني اذا انت سني شيعي بوق انهب اقتل ما حد ما يقول لك، بس اذا انت شويه طلع راسك وسني اربع ارهاب لو كذا لو شغلات لو كذا، هاي شوف 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 التحريض، شوف العنصريه اللي موجوده في الحسينيات اللي ليل ونهار يصبون بينا ليل ونهار، بس شنو لا هاي شيء عادي كذا، بعدين يتهمونه، شوف 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 الكذب وشوف هذا من هذين السموم اللي بثوها بقنواتهم الإيرانية الموجودة بالعراق. نعم أنا أشكرك سامي من بغداد كان معنا. نعيد الرسالة، يقول أستاذ البصرة إذا صار إقليم ستكون البصرة عاصمة لإيران بعد طهران في العراق ويرأسها هادي العامري. رسالة يقول فيها السلام عليكم أخي عمر وحياكم الله لقناتكم الوطنية. يقول أخي عمر، يقول البصرة هي رئة العراق، وإذا ما تحولت إلى أقليم بيد الأحزاب الفاسدة وعلى رأسهم كتلة بدر والميليشيات الأخرى، فعل العراق السلام لأنها ستصبح إقليم تابع لإيران وستصبح سوقا مفتوحة للمخدرات ونهب للأموال وسرقة النفط، عكس إقليم كردستان الذي على الأقل يقوده أناس لا يبيعونه لإيران وإنما محافظين عليه وعلى خيرات إقليمهم لخدمتهم وخدمة مواطنيهم. تحياتي لكم ولقناتكم. إيفان من بغداد. رسالة يقول فيها السلام عليكم، يقول إحنا ما نعترف بالمرجعيات والأحزاب والحكومات والبرلمان ولا حتى بالأقاليم، يقول سيعود العراق إلى أهله وستأتي حكومة عراقية مخلصة لشعبه وتلغي القرارات وسيحاكم على أفعالهم، سيحاكمون على أفعالهم وجرائمهم وسرقاتهم. أبو عمار. إذن موضوع الإقليم من جديد يعود، واليوم في محافظة البصرة قبل أسبوع كما أشرنا 20 من أعضاء مجلس محافظة البصرة قدموا طلب إلى الحكومة، يطالبون الحكومة بإعلان المحافظة إقليم البصرة. طبعا إجا هذا رد على يعني إهمال الحكومة المركزية لجميع المحافظات ومنها بالأخص طبعا محافظة البصرة، هذه المحافظة المظلومة، والعام الماضي خرج المئات والآلاف من أهالي البصرة في مظاهرات حاشدة طالبوا فيها الناس بتوفير أبسط الخدمات، توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الوظائف للشباب الخريج العاطل عن العمل،
ولكن وعود في وعود في وعود دون أي استجابة لمطالبهم. اليوم الجماعة في مجلس المحافظة من أحزاب سياسية هي مسيطرة على المشهد السياسي والأمن الاقتصادي. اليوم الظاهر الجماعة أريد يعني شو نقول يركبون الموجة ويدعون بأنه تحويل البصرة إلى أقليم سوف يأتي بالخير إلى المحافظة. إذا كانت المحافظة مسيطرة عليها من قبل نفس الأحزاب ونفس الأحزاب هي التي سوف تقوم بقيادة هذا الإقليم، فما الفرق؟ ما الفرق؟ ما راح يصير فرق. وتحدثنا عن أبرز النقاط اللي جاءت في الدستور، نقاط عدة. الدستور الذي يشرع لتقسيم ويشرع يعني تفكيك البلد، وكل هذا الأمر والحكومة المركزية لا تقدم أدنى مستويات الخدمات الفعلية للبلد. هناك حديث عن والله عبد المهدي راح زار إيران، راح زار مصر، راح كذا كذا كذا، حتى حكومة ما مشكلة عنده. يعني هو من يروح يعقد مثلا اتفاقية أمنية أو اتفاقية دفاعية ما يسألوه لو وين وزير الداخلية، ما موجود هو بالوكالة، وين وزير الدفاع ما عنده. والجماعة يوميا طالعين فيلم يوم إقليم ويوم ما أدري شو يريدون. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ حياك الله يا هلا بيك. أولا سلمنا على أستاذ غيث التميمي وبهجة الكردي. أهلا وسهلا بك، تفضل. هذا بهجة العراق، بهجة نعم. حبيبي ذول يريدون يسوون إقليم في سبيل هذا الإقليم الجنوب، يضمون الإيران، شلون الأحواز؟ نعم. وبالنسبة للي طالب بحقه من الجنوب يسوي بعث صدامي. نعم. ألو. نعم. وبالنسبة للمحافظات الغربية ما حد بحالها أصلا، دمروها، دمرت بين الإرهاب وبين الدواعش وبين هذا، دمروا العراق، سووا ضيعتها للجماعة. نعم. أنا أشكرك أبو علي من واسط. يعني نقرأ الرسالة الأخيرة على الواتساب، تقول السلام عليكم، أو يقول السلام عليكم، أنا من المحمر البصرة. يقول إذا صار إقليم كل النفط سيكون إلى إيران عبر الأنبوب في شط العرب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.